سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا يوجد قبر لولي بجانب المسجد، ولكنهما غير متصلين، يفصل بينهما حائط المسجد وحائط القبر، ما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ هذا متصل بالمسجد ولا تجوز الصلاة فيه، لا بد يكون بينهما فضاء أو يكون بينهما طريق يبعد هذا عن هذا. نعم.